النهارده هنعمل طاجن لحمه بطاطس وجزر. هحتاج لحمه، انا النهارده بستعمل لحمه ضاني، ممكن تسميه لحمه ضاني او بتلو اللي انت عايزاه، بصل متقطع صغير، بطاطس متقطعه ويدجز او اللي بالطول اربعه، جزر، كزبره وبقدونس، زعفران، ثوم مبشور، بابريكا، جنزبيل ملون غذائي، وطبعا ملح وفلفل اسود وزيت زيتون وزيت ذره الاثنين. حطيت شويه زيت ذره، فلفل اسود، ملح، زعفران. زعفران انا عايزاه يفضل، ما حطوش في ميه الاول، انا عايزاه كده ملون غذائي. جنزبيل عايزه طعمه يبقى باين اكتر، جنزبيل، بابريكا، ثوم. طيب هنا نحط البصل، بسم الله، نحط شوية زيت زيتون، احنا خلاص حطينا الزيت العادي في الخلطة فكده تمام. بسم الله، ونرصهم. المفروض تسيبيه الاول، اول حاجه تسيبيه تقريبا لمده من 5 لـ7 دقائق لحد البصل يبتدي يدوب، وبعدين تزودي عليه شويه ميه، تقريبا نص كوبايه، نص كوبايه ميه، وتسيبيه يكمل السوا براحته لحد ما اللحمه تقرب تستوي، وبعدين نبقى نزود الخضار. نرص البطاطس، بسم الله، جزر، جزر يبقى كده، بس نحط عليه شويه بقدونس كده. خلاص استوى، نشيل الطاجن. فكركم عملنا ايه؟ ده طاجن اللحمه بالجزر والبطاطس، سخن قوي، بس هنا شويه يبرد.